في إجراء يهدف لتيسير عملية التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، أطلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تطبيقا إلكترونيا يمكن المواطنين غير المسجلين والذين غيروا مقر إقامتهم تسجيل أنفسهم عن بعد. انطلقت عملية جديدة التي كنت أعلنت عليها يوم 20 جويل بأننا نسعى إن شاء الله أن نحصل أو نتمكن من إعطاء المواطن الجزائري إمكانية التسجيل عن بعد. واليوم سجلت بكل إريحية وبكل فخر بطاقاتنا الوطنية أنهم استطاعوا رفع التحدي، وأن هناك مواطنين سجلوا أرواحهم في بومرداس، تم التشطيب نتاعهم مباشرة بطريقة آلية عن طريق الإعلام العالي. ضبط القائمة الانتخابية وتطهيرها هدف آخر يبرز من وراء إطلاق التسجيل الإلكتروني. هذا التطبيقية هذه أمس في وقت التجارب فقط مكنتنا باش نوجد 88 ألف ناخب متوفي ولكن لم يتم تشطيبه. اليوم منذ انطلاق التطبيقية هذه الصبيحة قبيل يعني واحد نص ساعة أخبرتني سيدة حاكم المكتب، قالت لي جات التطبيقية بينت لنا 122 متوفي عندنا احنا، وبالتالي الآن يعني جاء وقت الجدية. إدخال التكنولوجيات الحديثة على العملية الانتخابية إجراء يسهل تنظيم الاقتراع ويساهم في ترقية هذا الحق الدستوري.